زيك فن تبع الموجة. انستغرام اليوم فرحان برشا برشا باستقبال بطل بيتمعنا الكلمة متحصل ساعة. خلنا نحكي على البالماريس قبل ما نقولك عسلامة. 6 ميداليات ذهبية في بطولة التونسية لرياضة الدرجات، بطل افريقيا في الباغات خياتلان وبطل العرب زيدا في الباغات خياتلان عام 2017 و2018، ومتحصل زيدا على كأس افريقيا للباغات خياتلان عام 2017 2018 و2019. الليلة الضيف متاعنا هو بطل واسمه محمد بوغلية. عسلامة محمد. عسلامة اسماعيل، شلون حالك؟ عسلامة اسماعيل، فينا الكل في فورما؟ في فورما الحمد لله. الحمد لله، فرحان برشا اللي انت الانفيتي نتاع اليوم. عايش حتى فرحان برشا اللي انا جيتك وبرافو. ايمونس اونور اي بليزير، ربي يخليك. نبداو محمد بالانستغرام تاعك 318,000 ابوني. في قد ايه وقت هذوم؟ والله انا في الاول حليت انستغرام كيكه، معناها كيما اي العباد وقت طلع توندونس وكيكه معناها على الجو، ممكن فان 2015 حليت، اما في كيكه معناها على الجو. كنت تتوندي با انك باش تخلص 318,000 ابوني؟ لا، قعدت كيما انا من اللي بديت من الاول، ساعات نهبط تصاور اكثر، هي جو بارتاج دي ستوري كل شيء افيك لي فولورز تاعي، ومشيت كيكه بطبيعتها، معناها مش حاجه خدمت عليها باش نولي كم كيفاش يقولوا فيه انستغرامر ولا كيفاش يقولوا. هو بالرسمي خلي سؤال، انت انستغرامر ولا سبورتيف تويك؟ صحيح، هي عرفتك اللي فما عبيد تعرفني انستغرامر، فما عبيد تعرفني سبورتيف، فما ضحكه هي شنو هي، انه فما عبيد تحسب عندي خويا هذا تشيخ نشيخ عليه على الاخر الحكايه هذه، فما بيريود يحسبوا عندي خويا وميت في الحكايه وانا اخوه حاسيلو، يحسبوا زوز عبيد حاسيلو، يحسبوني انا زوز عبيد، واحد سبورتيف وواحد انستغرامر. والله بالحق كاريمون. انت قلت لي نهبط شويه تصاور، لكن تهبط برشا ستوريات. علاقتك بانستغرام كبيره برشا، علاقه وديده. والله كيفاش نقول لك، معناها كيقيت برشا دوموند من العباد معناها اللي تبع فيا، وليت حسيت روحي اوبليجيني نهبط برشا ستوريات. علاش؟ خاطر نلقى ساعات مثلا نغيب، ما نهبطش نهار، نقعد ما نهبطش ستوري، بلان دو ميساج وينك استنسنا بالستوري نتاعك، تعطينا بوزيتيف فايبس درا شنيا، وين ساعات نفرقهم شويه على اصحابي، معناها تفدليك العادي، معناها نعيش كيما في الانستغرام كيما في الدنيا الحمد لله. معناها عبيد السينس توليت تكري ديما نهبط ستوريات باش حتى العبيد يكونوا ساتيسفي، معناها يتبعوا في الفولورز نتاعي. هو البوزيتيف فايبس اللي حكيت عليهم انت وليت موجوده تخافيغ ان هاشتاج، الهاشتاج هذا اسمه تيم بوغلية. فسره لي هذا شنو السر نتاع الهاشتاج تيم بوغلية. تيم بوغلية هو كيفاش؟ هي والله هو معناها مش البروبوزيسيون نتاعي، البروبوزيسيون نتاع الفولورز نتاعي، قالوا لي احنا تو كوميونيتي نتبعوا فيك معناها بالكدي بالكدي بالكدي، علاش ما نلانسيوش هاشتاج؟ معناها كل تاع ديسبري، معناها نتاع توسكي ساكسيس، توسكي بوزيتيف فايبس، توسكي حاجه مزيانه ومحلاه، توسكي ضحكه، توسكي معناها سبور عبد كيك سوا سبور شنو كيك سوا، ما انا اكسبلور، ما نعرفش في قرايه في خدمه في حاجه مومون معناها نتاع فرحه، كي عبد يهب تصويره ولا حكايه حط عليها الهاشتاج نتاعنا تيم بوغلية، باش كيك نشوف الكوميونيتي نتاعنا كو دي بوزيتيف فايبس. دونك محمد بوغلية ولا معناها تو فما 1000 فوتو هبطت بالهاشتاج هذا، معناتها وليت انت هكا تدز في لي زوند بوزيتيف على انستغرام وكل ديجا. معناها يجيني برشا ميساجات بالحق اللي نشكرهم العباد الكل، حتى انا بطبيعه عبد كيما العباد الكل، ساعات تجيني دي مومون با اللي كي نقرا الميساج انا موتيفيوني كي نقرا الميساج اللي محليهم نتاع راك معناها كنت تبع فيك نتحسن قاعد في اللي جيم، معناتها وليت فما غولاسيون بينك انت وليزابوني اللي تبعوا فيك، معناتها انت تهز لهم مورال وهما يهزوا لك المورال. هما في بالهمش يهزوا لي في المورال، اما انا قلت لهم تعرف يهزوا لي المورال. ساعات واحد معناها يستحق معناها بوس معناها صغيره، ومعناتها زاد خلينا نقولوا اللي تجي من عند عباد اللي ما تستناش منهم باش يبعثوا لك لي زون بوزيتيف، واللي تقول ما نعرفهمش لكن يبداو موجودين وحاضرين لهنا، وكي نشوفهم نفرح برشا، كي نشوفهم في الساعات معناها نعملوا تصاور ولا بارتو مشيت قرخنا برشا في اللوت في البابور، برشا تصوروا معايا، برشا حكيوا معايا، معناها ولات اون فامي، ولات فما غولاسيون موجوده بيناتك انت وياه، اميتي كيك مزيانه برشا. باهي خدمتينا مبربش بربش انا نظيف عرفت انا نظيف لا هو الحق لي معناتها بربشت. لقيت معناتها عندك برشا تصاور على انستغرام مع برشا بنات. السؤال اللي هنا المطروح، قلب محمد بوغلية طول ركعها؟ ما كنتش متوقعك تجي الموضوع هذا. لازم ركعها
فينالمون ركح. ركح مع شكون؟ مش مع مش انستغراموز وكل الجو هذاك، مع طفله محليه نحبها برشا اسمها نور. دونك سي اون موفيز نوفيل للعباد اللي تبع فيك. علاش بون نوفيل باللي انا فهم برشا باش يهربوا؟ لا لا ما يهربوش بالعكس، تو معناها جا فيش شويه قبل ما كنتش نوري جمله، اما تو شويه بويسكو معناها لازم تو لينا كيكا معناها بالعكس. كثروا عاد شنو كثر؟ كثروا العباد تويكا لازم تقول لهم يزير. اي في الاول بالحق اللي ما عجب فما مش ما عجبتش برشا الحقيقه الحكايه، ومن بعديك سي بون معناها. فما شكون ما عجبتوش كاريمون معناتها ضد اعترض نتاع اللي غدرت. انت لازمك تعلم معناتها تقول لهم سلام شهر اخر راني باش نولي اون غولاسيون اسكو انتوما وي و نو تعمل هكا سونداج. لا لا ما عملتش ما وصلتش سو بوان معناها نفضلك. نشوفوك زاد على الانستغرام نتاعك كوم ايتون ماكان معناتها عندك اتصال كاينك ماكان. فكره تولي ماكان خممت فيها؟ خممت فيها بوم ما خممتش فيها، ما جات بطبيعتها. كيفاش؟ مره انا قاعد جاتني بروبوزيسيون من انسيت معروف في دبي نتاع كيما امازون وكل معناها غاديك في الخليج نتاع باش نعمل موديل. قلت بوركوا با معناها، قالوا نجيو لتونس ونعملوا لك معناها شوتينغ وبالبرودوي نتاعنا كل شيء وخدمه معناها. قلت بوركوا با، جربت ديجا شفتهم تصاور طلعوا مزيانين على الاخر وعطات معناها حتى غاديك معناها تشري البرودوي هذا بالكدا وعجبتني الحكايه. وديجا فما فاز توا نهار 3 دي ان شاء الله فما مع روك يور ران واي. مازلت توا باش نمشي بعد ما نكمل معك باش نمشي لهم نفهم شنو الحكايه بالكدا. عندي فيلي في بالي حاجه على العباد اللي ديفرون شويه ما نعرفش فازها هكا في كارتاج في المسرح. اي 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 معناها هذه اكسبيريونس زاد ممكن باش ندخلها شويه. سينو بوركوا با قاعد نشوف زاد البر برشا دي موديل معناها ديفيرون شويه هكا كل معناها انتيريسون بوركوا با معناتها ستوري لي نوشون هذي انا ما خريج انا عرفت ان بارتون تحسني الكل شيء في كل شيء. بي جيت مده زاد ريتك برشا مع ليندا ولينا تومي ومن بعد ما عادش موجودين معاك. لا احنا اصحاب مش معاش موجودين، اصحاب مع اللي تشوف فيهم الكل سناني معناها نحبهم الكل واصحاب معاهم الكل. مش معاش موجودين معايا هو ممكن هاكو في جربه وانا زاد عندي معناها فازون كاجمون معناها بريود سبور بريود لي كومبيتيسيون بريود مع الفامي بريود وقت اللي تويتي نعملوا قهوه ونقعدوا كل عاد جست ما قبل معناها قعدنا يعني كنا نقعدوا اكثر صحيح اما نقعدوا ديما صحاب. معناتها العباد اللي يبداو يعملوا في ديزانتربريتاسيون راه ما فما حد شيء اوني بيان دايوغ حتى بيكي فما برشا الناس معناتها سالوك وين بيكي هما ما شو اجي نفسرلك ما هو كي تقعد انت برشا نحكيك من الاول ما عملت بديت معناها هكا في الانستغرام كي تقعد بيريود كبيره ما معناها تهبط وحده كل بعدك تهبط مع طفل يقول لك تيان هذايا طفله صاحبته فهمت ولا اوتوماتيكمون هكا اي معناها هكا طول معناها يقول لك فما حاجه بيكي ذيك جيران الضربة ذيك ديجا نحبها برشا محلية نسلموا عليها برشا بيكي ونسلموا عليهم الكل زاد أصحابي الكل ما فما من أصحاب معناها كنا أصحاب أنا وياهم أصحاب على الأخر نحبهم برشا ونتمنى لهم النجاح نتمنى لهم كل النجاح. الولد نتاعك جاهم بيه على الأخر الولد نتاعك ممثل كبير في تونس تنقولوا معناتها شوقي بوغلي ما فيهش معناتها زوز ما يعرفوش معناتها ما خممش نهار تشد ثنية نتاع الولد نتاعك تولي ممثل. والله كيما قلت كانوا نوخرها في شيء وديجا معناها عملت ديز اكسبيريونس صغار كيك في يوتيوب اما معناها ممثل كيما قلت انت ما الحقيقه ما جاتنيش الاوبورتونيتي مي هاني موجود معناها كيف ايدي نعم تعرفش عليها هاني لهنا كيف فما حاجه جو سي بارتون معناها و بوركوا با معناها. هل الشهره نتاع الولد نتاعك معناتها عاونتك يعني كان ما جاش بوك ممثل كيفاش تكون معناتها هذوما ديز انتربريتاسيون فهمتني كما جيش بابا ممثل نكون محمد سليم بوغلي اللي تشوفوا فيه تو سامبل اي خاطر مانيش انا من كما قلت انت انا تو مانيش ممثل باش تقول معناها ولد ممثل خاطر ديما فما كلمات يقول لك بو ممثل وعاون وده شيء اللي كان انت بشويه على الانستغرام عندك 318000 مش صحيح بابا ما عندوش انستغرام وانت معناتها سبورتيف والولد نتاعك ماهوش سبورتيف معناتها صعيب برشا اذا كان عاونك ديجا وقت عملت الميسيون كي شفت بوغلي تشالنج عيطت له هو سديت وقطعته في السبور نسلم عليه برشا ما ونسلم على امي برشا الريليشن مع الولد كيفاش في شنو بالضبط نقول في في في, في اليومي في الحياه اليوميه بابا كلي ثاغ لايف بابا ثاغ لايف بالحق معنى ريل مينينغ اوف ثاغ لايف بالحق وحسك زاد قريب مع الولد عنده بياجو ديما عامل عليه جو عايش معناه كيما يحب هو كيما ماك تعرف لي زارتيست كيفاش معناه اون جينيرال
اصحابي انا وياه معنا منش مكل العلاقه نتاع معناك هكا برشا كيفاش نقولوا احنا غوموم معناك اللي ليني وكل اللي قاعد ذاك مع الناس برشا يا فاد باغيير ما عندك حبينا نقولوا صحابي انا وياه كا وصحابي انا برشا زاد انا وامي كيف نزال سلم عليها في سفيق سيتها نسلموا عليها برشا. محمد اسلام بوغلية انت قصة نجاح وعزيمة انت بطل بيتم معنى الكلمة. تعرضت الحادث عامت الباك متاعك اللي تسبب معتها في بتر ساقك لكنك خذيت الباك نجحت ومشيت قريتي نابس ما وقفتش الحقيقة ومازلت تمارس في السبور من بعد مازلت في البروفيسيونيل معنا مش مارس فكا وتحصلت على عديد الميداليات من بعد الحادث نتاعك باش نبداو واضحين اللي انت متحصل على ميداليات قبل ومن بعد عندي معناتها سميت بالماريس يشوي لقيت روحي قدام تحدي جديد فما كلمه انت تقولها ياسر عجبتني اي جو في لا ريبروندر تقول سوا تربح سوا تربح تبع مليح مادام تعرف الكلمة هذه بالحق خاطر كلمتي بالحق تقول سوا تربح سوا تربح انا معناها من قبل ملي انا صغير من دخلت في سبور في لو موند نتاع سبور هذا من الاول عندي بديت كي نجيب ميداي دارجون يقول لك بقول لي خسر معناها عندي انا كي نعمل ميداي دارجون ما نسميش ربحت ما هكا معناها بيني بروح تلقاني فادت ومانيش فرحان وكل شيء احنا كل شاك ديمونش قبل كان عندنا لي كومبيتيسيون الأكثرية بكل الطرق اللي نجيب ميداي دور بكل الطرق معناها الطرق اللي قربت بها معناها نترينا برشا قبل كنت معناها ستريك على الاخر في الخدمه برشا تعب حتى ما يجيب السهل مش كيك تشوفوا فيها معناها سهله برشا بالحق تقوم الصباح انا قريت في ليسي سبورتيف تاع المنزه ديجا نسلم على البروف نتاعي غاديكا كل شيء قريت غاديكا رانا تعرف كيفاش نقراو نترينيو من 8 ل 10 ندخل نقراو من 10 حتى كشي لل 4 من 4 ل 6 نرجعو نترينيو معناها تخيل انت كيفاش معناها مش نترينيو راه تفادليك نترينيو راه نمشيو لبنزرت بسيكل ونرجعو من 8 ل 10 بعديك ندخل ما سلمتش اي وبعديك معناها البسكليت تقول انت علمتني بالحق الصبر علمتني الباسيونس علمتني كيفاش تفوت الليميت نتاعك بالحق كيفاش تفوت كيفاش تدخل في زون روج ما عرفتش تعرف ايش زون روج أيه. زون روج اللي هي معناها انت خلطت السوي نتاعك سي بون ومازالك 20 كيلومتر على ريفي غاديك غاديك تلعب غاديك تلعب باللعبه غاديك شكون باش يربح غاديك في ما بين 100 عابد شكون باش يخرج ويربح على الكومبيتيسيون في زون روج خاطر كل العباد الكل خلطوا قد تولي قوه نتاع قوه مخ قوه ريزيستانس تعلمت برشا من البسكليت الحقيقه هي القوه فيش اللي من بعد حتى الحدث نتاعك اخترت الباراتريتلون اللي هي سبيسياليتي صعيبه فيها 3 سبيسياليتي الجري لمده 5 كيلومتر الناتاسيون 750 متر ناج بورتون مانيش ناجور وسيكليزم 21 كيلومتر على بسكليت اي صحيح اصعب من العاده اصعب من العاده واقوى من العاده ودي سبور ما عملتهمش قبل الاتليتيزم قبل كنت نكره على الاخر والناتاسيون معناها انا صغير ما ترينيتيش معناها لعبت كل تعرف ناتاسيون معناها باش تطلع به فلازمك من الصغر صغير على الاخر تترين انا كيما قلت لك راني بارتون كل شيء معناها نعاودها بالحق كيف جاتني بروبوزيسيون من وقتها من الفيدراسيون تاع التريتلون قالوا لي ادخل جرب معنا كل شيء وقيتها فيها البسكليت اللي هي حاجه تقرب لي انا خاطر وقتها حاولت باش نرجع في المونت بروفيسيونيل في بعد الاكسيدون ما لقيتهاش سهله الحقيقه الحكايه خاطر لازم باغا ودشنايا في اول كومبيتيسيون جا قالوا لي بعد شهرين عندك شامبيونات افريك وشامبيونات معناها نفس الكومبيتيسيون غاب افريك قلت لهم اوكي مريقل قعدت نترين على روحي ونقرا في نفس الوقت زاد ما ضيعتش في القرايه عملتها اول عام بريمير اني اينيبس وهزيت شامبيون دافريك وغاب في الباراتريتلون في حمامين وقت عملناها محمد بوغليه انت ان شامبيون انت قصه نجاح وعزيمه عايشك العباد اللي تتفرج فينا والعباد اللي تسمع فينا vous avez un exemple à suivre وعندكم معناتها قصه نجاح مزيانه برشا ميرسي انفينيمون لي كونت لانفيتي نتاعي فرحان برشا 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 عايش خويا اسماعيل ميرسي بوكو على الانفيتاسيون نحب نشكر زاد مي سبونسور ماجيك اوتيلز على خاطر بالحق جوست باش نبداو واضحين عاونوني برشا برشا معناها حتى معناها ميديكالمون في حكايه ما اخرى معناها باش نجمت نكومبيتي باش نجمت نخلط النيفو اللي انا فيه توا وباش ان شاء الله نزيد نقدم وان شاء الله نجيبوا دي ريزلتا خير ونتمنى العباد الكل اول ذا بيست وان شاء الله ينجحوا في حياتهم الناس الكل وان شاء الله انت تتقدم وان شاء الله العباد ربي يخليك ميرسي انفينيمون سي ان اونور بور موا ان ايمونس بليزير اللي كونت لانفيتي نتاعي محمد بوغليه